هيبدأ سكشن 8 الاناتومي، هناخد فيه القدر، التركيب والفيكسيشن بتاع القدر. اول حاجه هناخد الفيكسيشن بتاع القدر. القدر بيتكون من 4 كوارتر، كل 2 كوارتر اللي هو من ناحيه اللاترال بيبقى ليهم ليجامنت ماسكهم. فالناحيه اللاترال بيبقى فيه اللاترال سسبنسوري ليجامنت، اهو الحته دي بيبقى عامل شبه الشيز كده، ده تحت السكن اهو السكن، بيبقى تحتيه اللاترال سسبنسوري ليجامنت. الناحيه الثانيه برضو بيبقى فيه اللاترال سسبنسوري ليجامنت. طيب اللي بيعمل فيكسيشن للقدر من بيبقى ماسكه من تحت كده عشان ما يقعش، حاجه اسمها الميديان سسبنسوري ليجامنت. الميديان سسبنسوري ليجامنت اللي هو ده الجزء اللي عمال يتحرك ده، ده بيبقى عامل سيباريشن للجزء الرايت والليفت، فاصل ما بينهم كده. الفيكسيشن بتاع القدر خلص. طيب ندخل على التركيب بتاعه. التركيب بتاعه بيتكون من جوه بارنكايما، كل التيشو ده كده اسمه بارنكايما. البارنكايما دي كلها اخرام زي ما احنا شايفين، الاخرام ديت انترلوبيولار داكت اهي، خرم اهو ده كده انترلوبيولار داكت. انترلوبيولار داكت كل دي انترلوبيولار داكت، دي اللي بيتكون فيها الملك ويبدا يتجمع ويفضل ينزل في التيت، بينزل في القدر في حته اسمها الجلاند ساينوس اللي هو الجزء الفاضي ده الكبير ده، جلاند ساينوس او الجلاند سيسترن نفس الاسم. طيب بعد ما بينزل في الجلاند ساينوس بينزل في حته اضيق شويه، احنا كل ما بننزل لتحت كل ما المكان بيضيق عليه عند الملك، حته اضيق شويه اسمها التيت ساينوس. الجزء ده الجزء ده كده اسمه تيت ساينوس او التيت سيسترن. طيب خلصنا اللبن وصل للتيت سيسترن، عاوز ينزل لبره او نبدا نعمل له ميلكينج، بيوصل لحاجه اسمها التيت كانال. التيت كانال اللي هو الحته اللي من تحت ديت، ثانيه واحده كده بقى باين، هو الحته دي اضيق حته خالص في التيت هي اسمها تيت كانال. يبقى عندي التيت كانال من تحت، فوقيه التيت ساينس، بعد فوق التيت ساينس عندي الجلاند ساينس اللي بتجمع فيها الملك من الانترلوبيولار داكت اللي موجود في البارينكايما. بس كده السكشن خلص النهارده. تمام.